يقول لقد اعتمرت عن نفسي من أسبوع. نعم. يقول اعتمرت عن نفسي من أسبوع. نعم. وأريد أن اعتمر عن والدتي وأنا موجود في مكة، هل يجوز لي ذلك؟ اعتمرت عن نفسي من أسبوع. نعم. وأريد أن اعتمر عن والدتي علما بأني موجود في مكة، هل يجوز ذلك؟ إذا كانت والدتك متوفاة فلك أن تعتمر عنها وتخرج إلى التنعيم، تحرم بعمرة عن والدتك. أما إذا كانت والدتك على قيد الحياة فلا تعتمر عنها، تأتي تجيبها هي، إذا أردت أن تبر بها وتحسن إليها تجيبها، خليها تعتمر هي بنفسها. نعم.